إذن تسمية المتغير ببلش بحرف أو underscore، بعدين أي عدد من الأحرف أو الأرقام أو الـ underscores. ما بصير أسمي متغير 1 2 3 underscore A B C، إذا ما بصير أبلش برقم. هاي شغلة. الشغلة الثانية، اللغة كيس سنسيتيف، في فرق بين الكابيتال والسمول. لما بسمي متغير لينكث كابيتال بيختلف عن متغير لينكث سمول، ماشي؟ إذا في فرق عندنا بين الكابيتال والسمول. الرول الرابع بحكي لك لما تسمي متغير خليه يكون له معنى، خليه يكون له معنى. A variable is a name we design it to represent an object. تمثل إشي، إما number، إما data structure، إما function في برنامجنا. إذا عادة بسمي المتغير باسم يدل على معنى. My int equal 7. My int اسم متغير استخدمته على يسار assignment statement، يساوي 7، خزن 7 داخل my int المتغير اللي اسمه my int. A بتساوي 2. شو قيمة الـ A؟ 2. A بتساوي A زائد 1. شو صارت قيمة الـ A؟ 3. إذا غيرنا قيمة الـ A صارت 3. B بتساوي 2، خزن القيمة 2 داخل الـ B. My int بيساوي 27. A float بيساوي 3.14%. ماشي؟ الماي انت شو نوعه؟ انتجر. كيف عرفت؟ من القيمة. ايه فلوت شو نوعه؟ فلوت. كيف عرفت؟ من القيمة. البوينت. صحيح. هل بصير احكي ماي انت بيساوي ايه فلوت؟ بصير. طب ما هم مختلفين بالنوع. عادي بصير. لما انا بحكي ماي انت بيساوي ايه فلوت، يعني خزن قيمة ايه فلوت داخل ماي انت. فبتغير نوع ماي انت، شو صار؟ صار فلوت، صار بيقبل هاي القيمة. ماشي؟ صار بيقبل هاي القيمة، إذا بحدد نوع المتغير عن طريق القيمة الموجودة داخله، ما في عندي بهاي اللغة تعريف لنوع المتغير مسبق، إذا حسب القيمة اللي داخله أنا بحدد نوع. الأسايمنت حكينا عنها كثير. هاي هذا المثال A int بيساوي 7، B float بيساوي 2.5. لو حكيت A int بيساوي B float جملة إسناد، معناته الـ A int شو صارت قيمته؟ نفس قيمة B float اللي هي إيش؟ 2. راح تتغير 2.5. أنواع المتغيرات عندنا، أو قبل أنواع المتغيرات، my int equal 5 هاي صحيحة جملة الإسناد. جملة الإسناد ما بصير يكون على يسارها expression my int زائد 5 يساوي 7، هاي خطأ، ما بصير expression على يسار جملة الإسناد. أنواع المتغيرات عندنا البايثون تايبس، في عندي integer مثلا 5، في عندي float 1 و2 بالعشرة، في عندي boolean. boolean يعني true أو false. لاحظ كلمة true الـ T capital والfalse كمان الـ F capital. إذا ممكن يكون عندي متغير نوعه بوليان، معنى بوليان true أو false. ممكن يكون عندي متغير string بين double quotation أو single quotation، مجموعة من الكاركترز، وفي list وفي أشياء تانية رح نأخذها بوقتها. إذا الجديد بهذا السلايد البوليان، ممكن أسمي متغير، ممكن أخزن داخل متغير القيمة true أو القيمة false، أول حرف فيها capital، هاي معناها بوليان، معناها تغير منطقي. طيب اف وواي صح دكتوره؟ نحتاجها كجواب للاف ستيتمنت والواي ستيتمنت، صحيح. كل نوع له شغلتين. The internal structure of the type what is contains، يعني الانتجر بيحتوي رقم صحيح، بينما الفلوت بيحتوي رقم ممكن يحتوي فاصلة عشرية. The string مجموعة من الكاركترز. كمان كل نوع له اوبريترز خاصة فيه، يعني مثلا السترينج في له اوبريتر اسمها كابيتالايز، وراح نيجي على السترينج بشابتر لحاله مع كل الاوبريترز الخاصة فيه او جزء من الاوبريترز الخاصة فيه راح ناخذها بالتفصيل. لما بحكي اي بي سي دوت كابيتالايز شو معناها؟ مثلا اكس بتساوي هادي دوت كابيتالايز، اطبع اكس شو راح يطبع لي؟ راح يطبع قيمة الاكس اللي هي هادي، بس ايش؟
معنى كابيتال اي حرف كابيتال كابيتال لتر يعني كابيتال كابيتال لتر بس اول حرف ماشي. فلما بحكي اي بي سي دوت كابيتالايز يعني الاي خليها كابيتال. اذا السترينج له اوبريترز خاصه فيه، الانتجر له اوبريترز خاصه فيه، الليست لها اوبريترز خاصه فيها. اذا كل نوع له اوبريترز خاصه فيه. شفنا الكونفيرتينج انتجر ل سترينج، بيحول لي السترينج لانتجر. لما قرانا حكينا انبوت، حكينا هذا الشيء اللي بقراه سترينج، بس لو حطيت انت للانبوت فمعناه تحول الشيء اللي قراته لانتجر ماشي. انت ل 1 2 3 كسترينج اتحولت لايش؟ كرقم 1 2 3. شو الفرق بين 1 2 3 كسترينج والرقم 123؟ الفرق بينهم انه ال 123 بقدر اعمل عليه عمليات حسابيه. الفرق بينهم انه ال 123 بقدر اعمل عليه عمليات حسابيه. لو انا ما حولته لانتجر رح يعطيني ايرور اذا انا حاولت اعمل عليه عمليه حسابيه. هذا الفرق بينهم. عشان تحول مثلا انت لل 2 و1 بالعشره شو رح تعطيني؟ 2 صح؟ خذ الجزء الصحيح منها. انت ل الكاركتر او السترينج 2 شو رح يعطيني؟ نفسه النوع مختلف. هاي كسترينج 2 انتجر، ايوه كرقم بقدر اعمل عليه عمليات حسابيه. فلوت للاثنين يحول لي الاثنين لفلوت 2.0. فلوت للاثنين 2.0 كسترينج بخليها رقم، نوع فلوت 2.0. فلوت للاثنين هاي الاثنين شو هي؟ سترينج. حول لي اياها لفلوت صارت 2.0. فلوت لل 2.0 بضلها 2.0. سترينج لل 2 سترينج لل 2.0 2.0 كسترينج. سترينج لل A ضلت A. ما بقبل مني هاي انت لل 2 و1 بالعشرة كسترينج. 2 و1 بالعشرة اصلا هي فلوت لو هي رقم. طب هي سترينج وانا بحكي له حولها لانتجر، هاي بحاجة لتحويلين. هاي الحالة برفضها. انت لا string بيحتوي اشي مش string مش انتجر، مش ممكن يتحول لانتجر، هذا ممكن يتحول كفلا float. عشان هيك هاي الحالة برفضها عنا، هاي الحالة بعطيني عليها error. اي حالة اني احول string بيحتوي على اشي ما ممكن يتحول لانتجر وانا حولته لانتجر، هاي برفض لي اياه. انا فعليا بحاجة لتحويلين. الأوبريترز شفناهم x بتساوي 4 و2 بالعشرة، y بتساوي 2، z بتساوي x على y. x على y شو راح تعطيني؟ اطبعها شو راح تعطينا؟ 4 و2 بالعشرة على 2 شو راح تعطيني؟ 1 بالعشرة. طيب z بتساوي x قسمة صحيحة y شو راح تعطيني؟ 2.0. ليش 0؟ لأن واحدة فيهم float فلازم يطلع الجواب عندي float. معاي؟ A انت 4، B انت 2، A انت زائد B انت شو راح تعطيني؟ 6، A انت ناقص B انت 2، A انت ضرب B انت 8. 4 ضرب 2 راح يعطيني 8. 2 على 3 هاي قسمة عادية راح تعطيني 0.666. 4 على 2 راح تعطيني 2.0. هون مع انهم الاثنين صحيحات بس حكينا القسمة دائما بتعطيني float. 2 قسمة صحيحة 3، 2 تقسيم 3 0 والباقي 2، إذا الجواب 0. 4 تقسيم قسمة صحيحة 2 2. 17 على 3 15 على 3 اللي هي الخمسة، وضل 2 على 3 يعني 5.666. الموديولس 5 موديولس 3 2
اثنين، واحد والباقي اثنين، إذا الجواب عندي اثنين باقي القسمة. سبعة موديولس ثلاث، اثنين والباقي واحد، عندنا اثنين والباقي واحد، احنا الموديولس يعني الباقي، أعطاني واحد، ليش واحد بوينت زيرو؟ لأنه هيها واحدة فيهم كانت فلوت. 42 ضرب 3 عطتني 126، بينما 42.0 ضرب 3 عطتني 126.0. إذا بدي أنتبه للنوع، ما عدا بالقسمة كله دائما بيعطيني فلوت، غير هيك إذا انتجر الجهتين بيعطيني انتجر، إذا واحد فيهم على الأقل فلوت بيعطيني فلوت. 5 تقسيم 3 بفرجيني كيف ناتج القسمة الصحيحة وباقي القسمة الصحيحة. 5 تقسيم 3 1 سوري 5 تقسيم 3 1 والباقي 2، هاي ناتج القسمة الصحيحة وهاي باقي القسمة الصحيحة. إذا 1 ناتج القسمة الصحيحة والاثنين باقي القسمة الصحيحة. برنت 2 زائد 3 ضرب 5 أس 2 ناقص 1. مين يحكي لنا شو الأوتبوت؟ 76. 76 ممتاز. كيف؟ 5 أس 2 25، أول شيء الأس بعدين الضرب 75 زائد 2 77 ناقص 1 76. ممتاز جدا. إيش اسمك؟ الاسم؟ أيمن من هنا. يا أيمن ممتاز. إذا الجواب 76 بناء على الأولويات، بلشنا بالأسس بعدين الضرب بعدين الزائد وبعدين الناقص. طيب برنت 30 ناقص 3 أس 2 زائد 8 قسمة صحيحة 3 أس 2 ضرب 10. شوف لنا الأولويات عندك. أكيد بدنا نبلش بإيش؟ 120 دكتورة. 120 لا اتأكد. بنبلش بإيش؟ بالأسس، بعدين بالأسس، بعدين إيش؟ بالقسمة الصحيحة، بعدين بالضرب. وبعدين ضل عندك الناقص بعدين الزائد. شو طلع؟ ايران شو اعطاني؟ 21. ليش؟ 3 أس 2 كم؟ 9. والثاني 3 أس 2 كمان 9. نشوف باقي القسمة الصحيحة هسه 8 قسمة صحيحة 9 شو بتعطيني؟ 8 تقسيم 9 كم؟ صفر. أيوة إذا صفى عندي إيش السؤال؟ 30 ناقص 9 زائد 0 ضرب 10 صح؟ 30 ناقص 9 زائد 0 ضرب 10. هسا الضرب 0 ضرب 10 شو رح تعطيني؟ صفر. صفى عندي 30 ناقص 9 21 زائد 0 رح يعطيني 21. ماشي؟ مفهومة ولا لا؟ مفهوم. يلا ايش راح تعطيني؟ شو يعني انت 3 9 و7 بالعشرة؟ يعني 9 9 يعني 9 ممتاز. 9 أس نص
شو يعني 9 ونص؟ 3 صحيح، يعني الجذر التربيعي ل 9 احسنت، يعني 3 زائد 7 على 2 3 ونص. 3 ونص ممتاز. اذا صفت عندي 9 زائد 3 ونص، لا 3 زائد 3 ونص 6، هاي اعطتني 3 وهاي زائد 3 ونص راح تعطيني ايش؟ 6 ونص، هيها 6 ونص. طيب كمان سؤال، ان بتساوي 3 ان بلس ايكوال 3 ضرب 4 اس 2 تقسيم 2 زائد 3 وبرنت ان. تسعة وستة بالعشرة. ثلاثين دكتورة. ممتاز. ايش اسمك؟ عبد الله. عبد الله يلا يا عبد الله احكي لنا كيف طلعت 30. هسه في ان بلس بدك تجمعي اللي ورا الايكوال للان. ممتاز. اللي ورا الايكوال 27 يصير 30 كل هالان. صح 27 كيف اجت؟ اول شيء بلشنا بايش يا عبد الله؟ بالاس. بالاس صح؟ بعدين 24 قسمة. لا بعدين الضرب، بعدين ضرب بعدين القسمة وبعدين الجمع. الأسس بعد الأربعة أس اثنين كم؟ ثمانية صح؟ لا أربعة أس اثنين اللي هي 16. ماشي 16 ضرب 3 تقسيم 2 زائد 3. 16 ضرب 3 كم بتعطيني؟ 48 تقسيم 2 زائد 3. 48 تقسيم 2 شو بتعطينا؟ 24 زائد 3 27. ما ننسى بالأخير نجمعها لأن صحيح ما ننسى نجمعها للآن اللي هي الثلاث فصارت 30. طيب لو كانت أن بتساوي 4 مش هاي متغير، غيرت قيمتها بصير أن ضرب إيكوال 2 زائد 3. داش ثاني 20 دكتورة. نشوف هايران أول إيش لازم نطبعها برنت للآن. هايران شو أعطاني؟ 20. طب ليش؟ شو حسب أول؟ أول شيء دائما أول إشي اللي على يمين الأسايمنت. يعني هدول بلس إيكوال ماينس إيكوال هدول واحدة من الأسايمنت ستيتمنت. لا تحكي الضرب لها أولوية على الجميع، هاي مش ضرب، هاي ستار إيكوال، هاي بتضل للأخير، بحسب لي كل اللي على اليمين وبعدين بشوف هاي. ماشي؟ فاثنين زائد ثلاث كم؟ خمسة. أن بتساوي أن ضرب خمسة اللي هي أربعة ضرب خمسة 20. واضحة هاي؟ مهمة هاي النقطة. في أي استفسار عنها؟ لا دائما اللي قبل الايكوال بتفعل اذا كان 1 انتجر بس بعد الايكوال. ايوه يعني بعد ما احسب الاكسبريشن اللي على اليمين كامل صار عندي قيمه، هسه بعمل الاسايمنت ستيتمنت اللي هي بلس ايكوال او ماينس ايكوال، هدول جزء من الاسايمنت ستيتمنتس. ماشي؟ فدائما الاولويه لهم بعد العمليات الحسابيه كلها. أتوقع دربنا على العمليات الحسابية بما فيه الكفاية. أي شغلة موجودة داخل الموديول أنا مش فاهمها بإمكاني إيش أعمل؟ هيلب للماث دوت باور مثلا، بجيب لي معلومات عن الماث دوت باور.
هيلب للماث دوت ساين بيجيب لي معلومات عن الماث دوت ساين. هيلب مثلا للماث دوت باي بيجيب لي معلومات عن الماث دوت باي. اذا الهيلب تعطيني معلومات عن هاي الشغله. احنا هيك بنكون مرينا على الشابتر كامل. ماشي، خذي لي سؤال. Write a program to convert the temperature from Celsius to Fahrenheit. إذا اكتب برنامج يحول لي درجة الحرارة من السيليسيوس للفهرنهايت. شو القانون اللي بيحول درجة الحرارة من السيليسيوس للفهرنهايت؟ فهرنهايت يساوي سيليسيوس ضرب 1.8 زائد 32. إذا اكتب برنامج بيحول درجة الحرارة من سيليسيوس لفهرنهايت. ماشي، حول درجة الحرارة من سيليسيوس لفهرنهايت بناء على القانون الموجود أمامك. وين الانبوت؟ سيليسيوس انبوت. دكتور دكتور أنا أقول لك إياه. سيليسيوس هي الانبوت، وين الاوتبوت؟ الفهرنهايت، صح؟ إذا الانبوت هو السيليسيوس والفهرنهايت هي الاوتبوت. يلا اللي بيحكي لي احلل لك اياه، يلا احكي معي. شو اكتب اول شيء؟ سيليسيوس اكتب سي ال سي اي ال سيليسيوس يساوي انت انت او فلوت او فلوت عادي، خليها فلوت احسن. شو رايك؟ فلوت انبوت، يعني ممكن يحتوي على فاصلة عشرية. The Celsius temperature. ممتاز. إذن هاي جملة قراءة، دخل قيمة السيليسيوس temperature. تكتب القانون زي ما هو. فهرنهايت. وبعدين برنت فهرنهايت. ممتاز. شو اسمك؟ عبد الله. ممتاز يا عبد الله. فهرنهايت equal سيليسيوس ضرب 1.8 زائد 32. هسه برنت. إذا بدي أحط جملة توضيحية، فهرنهايت مثلا أوف، اطبع قيمة السيليسيوس يساوي قيمة إيش؟ الفهرنهايت. الفهرنهايت لدرجة الحرارة كذا بتساوي كذا. هاي run، ما عطانيش errors، ما عطانيش أي errors وأنا بكتب. enter the Celsius temperature، دخلت مثلا درجة الحرارة 37.5. هاي enter. كم بالفهرنهايت؟ 99.5. إذا دخلنا درجة الحرارة 37.5، أعطاني الأوتبوت 99.5. واضح ولا لا؟ ماشي الحال يا جماعة؟ في حد عنده أي استفسار على محاضرة اليوم؟ مين عنده أي سؤال؟ احنا هيك بنكون انهينا الشابتر.